صباح الخير على كل اللي انضموا لنا من جديد. تعالوا دلوقتي زي ما عودناكم نتعرف مع كتيبة صباح الخير يا مصر اللي منتشرة في كل شوارع مصر على الأحوال وإيه اللي بيحصل في الشوارع والأماكن المختلفة. معانا النهاردة ومعانا دلوقتي مينا مكرم من إحدى شوارع القاهرة الكبرى، كمان هيكون معانا رامي محمد وكمان محمود جميل. صباح الخير عليكم جميعا. رامي، خلينا نبدأ معاك الأول يا مينا، في شوارع القاهرة وصلنا لغاية فين دلوقتي؟ أنت ابتديت جولتك المرورية الصبح، وصلت لغاية فين دلوقتي؟ صباح الخير يا منى، مره جديده برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر. احنا دلوقتي موجودين في شارع الجزيره في منطقه الزمالك، يمكن منطقه الزمالك كمان معروف ان هي بيكون فيها احيانا كثافات عاليه ويعني ازدحام الى حد ما في ايام الاسبوع، في وسط الاسبوع تحديدا بدايه من يوم الاثنين، لكن لغايه دلوقتي في سيوله مروريه كمان ملاحظينها في الشوارع اللي احنا موجودين فيها. وخليني استعرض معاكي بشكل مباشر الكلام ده من خلال الكاميرا اللي هتظهر لينا دلوقتي الحركة المرورية ومدى السيولة اللي موجودة فيها. واحنا تحديدا دلوقتي خارجين من شارع الجزيرة وباتجاهنا لكوبري اكتوبر، كمان للي متجه رايح ميدان سفنكس او شارع احمد عرابي ومنطقة المهندسين، او للي هيتجه بشكل مباشر لدار الاوبرا المصرية ومنها لكوبري قصر النيل. زي ما حضراتكم ملاحظين في سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاه اللي احنا موجودين فيه. يمكن النهاردة لانه لسه احنا في الساعات الاولى كمان من الصباح، فالحالة المرورية الحقيقة بتشهد سيولة ملحوظة. اللي حابب ان هو يتحرك في اي مكان في منطقة المهندسين ومنطقة الزمالك هيقدر يعني يقدر يمشي في كل الشوارع اللي احنا اتكلمنا عليها ديت بشكل سهل ويسير بسبب السيولة المرورية الملحوظة اللي احنا شايفينها حتى على كوبري اكتوبر كمان اللي احنا دلوقتي لسه طالعينه في الاتجاه اللي متجه لمنطقة الدقي او منطقة المهندسين. عودة ليك يا منى مرة تانية.